إيمان، أنت وحدة يمينة يظهر لي حالة خاصة، خاصة كي نحكي على خريج جامعة تونسية. حكينا شوية إيمان، اللي خليك اليوم تخدمي في مهنة البرباشة، وعطيني شهادتك شنو أنت؟ إله محمد رسول الله، الحمد لله قرينا وتخرجنا، أما في نفس الوقت قاعد نعاون في ماما خاطر ما عندناش مورد رزق. خدمة البرباشة اللي هي أي خدمة، هي بطبيعتها تعتبر خدمة وظيفة، صحيح ما تضمنش حقهم إلى مدى الحياة، ما تعطيهمش تعويضات، ما تعملهمش حساب، بالأخص وقت واحد منهم يتعرض لأكسيدون، ديش من مرة تطيح في روكارة، ثم راجل ضربته كرهبة وهو مات ولقيت في الدبابز، معناها حتى ماما إن شاء الله راه بعيد الشر، إن شاء الله من بعد عمر طويل، معناها ما تعرفيش على الأكسيدون كيفاش يجي. هي اليوم مرض. أما في نفس الوقت هي زاد هي بطبيعتها مرضت في الكونسير. إيمان أنت متخرجة قلتي؟ أي متخرجة. احكي لي شهادتك شنو، منين متخرجة، وقتاش متخرجة؟ بينا تخرجت عام 2015، عندي الإجازة التطبيقية في الإلكتروميكانيك، تخرجت من هنا من القصرين، إجازة القصرين. عملتي ماستر؟ وكما بديت نقرا في الماستر وقصيت عليه. ظروف خاصة وظروف اجتماعية واقتصادية كلها مع بعضهم جات. طيب من وقتاش تعاوني في ماماك؟ والله عندي كل مرة كيفاش، حتى من قبل نخرج نعاونها، أما الأكثرية بديت نعاون فيها من بعد ما تخرجت. وبالأخص من بعد ما مرضت هي، يمكن توا تنجم تقولي 6 سنين هكاك ولا أكثر شوية. حاولتي تبعثي مطالب؟ ديما نمشي نعمل لي كونتاج، نبعث في المطالب في النيابات، لحد الآن ما قبلونيش. ما زلتي باش تكملي تخدمي في البرباشة؟ هذيك هي الإعالة حتى نوصل للوظيفة نتاعنا الرسمية إن شاء الله. إن شاء الله ربي يسهلك. قلتي لي حبيت تخدمي على خاطر أمك باش ترتاح. هذيك هو هذاك السبب الرئيسي. تعبت عليكم برشا. تعبت ياسر، ان شاء الله ربي يعطيني باش نجمع. فما برشا بدات تحشم الخدم. انت شنو بعمري بحكم اللي بديت نقرا حتى في خاطر ما وقتاش تخدم، مع سامي تقولي نقرا في الليسي. معناها بعمر ما واحد يقرا معايا وما يعرفش ماهوش تخدم، معناها علاش باش نسهر كمشي هي راني ما وصلتش، كملت وقريت وتخرجت وحصلت على الشهاده نتاعي. حتى ساعات كي تجيني فورماسيون نقول لها ماما نحب نمشي نقرا في الولايات الاخرى، تقول لي باري ما يمكنش الفلوس، ما عندي مالش صار معايا، عادي شنيا في الحمام، شنيا طلقت في الباب، كلها كيف في كلها خدمة. وهلا شنيا الفرق عليها ما بين طبيب وشرطي ومعلم، كلها كيف، بالعكس هي اكثر واحدة تعلمتنا كل شيء، معناها نعتبر وظيفتها اشرف من اي وظيفة. الحمد لله خلتك توصلي. الحمد لله. الحمد لله. خالتي يمين ظهر لي سبب المرض نتاعك، هالدخان وهالفضلات من الأسباب برشا. تلاقي كل حاجة. وقتاش تخرجي؟ أنا كنت نخرج مرة الله ربع مرة وخمسة نصلي. نشوف روحي مرتاحة شوية، نخرج ساعة نصلي الفجر ونخرج. وبقيتي برشا دخل في البرباشة. برشا. سمعت يمكن زيد أنك مرضتي في الكونسيرة. عانيتي وعالجتي ورجعتي تخدمي. الحاجة الوحيدة بالدولة تقولي الشهادة البيضاء، عندك شهادة بيضاء؟ الشهادة الحمد لله يداوي بها الشيء، يمشي هذيك نركع قال نمشي بها، دنيت واحدة كارت زادت راحت ليا. ربي ان شاء الله يعاونك خير. إيمان ندائك اليوم برشا ناس تسمع فينا. صارب ان شاء الله يعاون لي من ماخي. ان شاء الله اي واحد تخرج يستنى انا الحليل لعل بنيتي. ان شاء الله ربي يسهلك. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. ايمان ايش قلت لي؟ اي واحد تخرج وصلت تعب وتخرج يستنى في وظيفه ما عند الدوله، اسكو عموميه خاصه، المهم انه حتى يتحصل على خاصه بالمشاريع زاد الصعيد. اي يعطيك الصحه، تحصل على الوظيفه اللي تعب عليها عمره كامل، هو يقرا وتعب وكل شيء، في الاخر يهز الشهاده نتاعو ويحطها على الدوله. كنت متميزه ايمان؟ الحمد لله باك باهي، وكنت ديما من الاوائل في الليزان. المدرسة إيمان اللي
ربي ان شاء الله ايمان تشوفك في المرحله اللي انت دزت عليها. بارك الله عليك وعلى اخلاقك. ان شاء الله نوصل للحلم نستنى فيه، وان شاء الله مره نعملوا انترفيو لك في الحلم ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب.